بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وحلقه جديده من برنامج جواد سقر على قناه النادي الاهلي اكيد طبعا اسبوع كان مليء بالاحداث ومليء بالكواليس ومليء بالانتقالات يمكن اخر يوم انتقالات كان في احداث مهمه جدا احداث على الساحه الرياضيه سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي والالماني والفرنسي يعني على كل ما يخص الكرة العالمية هنتكلم على أخبار محترفين المصريين سواء في الدوريات الأوروبية أو في الدوريات العربية أكيد إحنا عارفين إن إحنا الأسبوع ده كان فيه أكتر من مناسبة وأكثر من مباراة سواء في بطولات الدوري أو سواء في بطولات الكأس كمان خلاص قربنا على الشامبيونز ليج والبطولة المحببة ليكم يمكن من وجهة نظري أنجح بطولة على مستوى العالم اعتقد ان ان حاجه يعني بطوله زي تشامبيونز ليج دي يعني ممكن ناس تعتبرها امتع من كاس العالم عشان بيكون فيها انديه قويه جدا بيكون فيها آه يعني آه نجوم وملايين ومباريات والسادات وطبعا يعني كل الدعم بيكون لبطوله التشامبيونز ليج فبالتالي هنتكلم برضو على ماتشات التشامبيونز ليج اكيد يمكن النادي الاهلي كان بيلعب من شويه طبعا مباراته في السعوديه امام فريق الشباب في اعتزال الكابتن فؤاد انور والنادي الاهلي كسب بواحد صفر 0 يمكن كان فيه يمكن تويته حبينا ان احنا نتكلم عليها ونعرضها تكون اول حاجه معانا في البرنامج عشان توضح بعض النقاط اللي طبعا كل الجمهور الاهلاوي كان مستنيها واعتقد ان هي طبعا من معالي المستشار تركي الشيخ وتظهر امام حضراتكم على الشاشه اتكلم فيها وقال طبعا للاحباء في اداره النادي الاهلي وجماهيره العريقه تأكدت أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان نتيجة محاولة من لا يريدون للنادي ولي الاستمرار العلاقة بعد أن شاهدوا حجم الفوائد التي تمت بتوفيق الله. للجميع أقول سأظل وكل أعضاء مجلس إدارة الذين أعتز بهم كثيرا في علاقة ناجحة ومتميزة لمصلحة الكيان الكبير القلعة الحمراء. أعتقد طبعا إن تويتر زي دي طبعا يعني كانت في وقتها عشان ترد على كثير جدا طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي التويته اللي معالي المستشار تركي الشيخ طبعا كان حريص جدا ان هو يكتبها ويعرضها عشان يوضح وجهه النظر اللي كان طبعا كانت لازم تتقال في الوقت الحالي اكيد طبعا يعني شفنا تعاون كبير جدا من الجماهير وعن الاشاده اللي شاد بيها الكابتن محمود الخطيب بعد المباراه وقال ان انا مبسوط جدا من العلاقه اللي ما بين الجمهور المصري والجمهور الاهلاوي وعلاقته طبعا الجماهير العربيه ولا اشقاء العربيه وزي ما احنا قلنا كانت تويته مهمه جدا وطبعا طبعا معالي المستشار هو واحد من محبي النادي الاهلي واحد حريص جدا على توطيد العلاقه ما بين ما بين نادي الاهلي وما بينه طبعا هو راجل اهلاوي صميم فنتمنى ان شاء الله ان ان شاء الله تكون العلاقه دائمه في حب وسلام وطبعا كل التوفيق لمعالي المستشار وللنادي الاهلي